الخبر اللي بعده. يلا بينا. يلا بينا. خالد سليم طالب ايام الكحرطه طبعا. ايام الكحرطه والنبي كنت زي القمر برضه كنت زي والنبي قمره. طيب قول لنا كده مين اللي في الصوره معاكم، مين دول وايه بقى؟ احكي لنا عنهم. هقول لك خالد عادل اللي ماسك الجيتار ده الملحن الله يرحمه. الله يرحمه. هو اللي عمل لي اغنيه عالم تاني وحلم عمري وكل نظره الله الله يرحمه ويحسن اليه. وكان في اعتقد احمد فؤاد اللي لحن اغنيه يا ليل اعتقد، اذا كنت افتكر يا ربي اسمه اذا كان احمد فؤاد ولا لا. وكان اللي لابس كاروهات ده تامر حسني، كان لسه في كنا في ايه ده معقول؟ كنا مش باين خالص في قناة النيل، كنا في مبنى التلفزيون في ماسبيرو وكنا داخلين نسجل حلقة من حلقات اسهر معانا قناة النيل منوعات، وكانت الأستاذة سلمى الشماعة هي كانت متبنية تامر، وأنا كنت لسه عامل ألبومي وأغاني فيلم لسه مش أغاني فيلم السلم بس بدأت أسجل أغاني فيلم السلم والتعبان، وكنت أنا مشارك معاهم كالأصوات الجديدة اللي كنا ساعتها كلنا بقى إيه إيدينا في إيد بعض وبنعمل حاجات لذيذة وكده. تحب الفترة دي أكتر ولا الفترة دي؟ بصي أنا كل مرحلة في حياتي بحبها جدا بصراحة، يعني كل مرحلة حسيت فيها إن أنا بتعب وبتعلم وبوصل لحاجة يبقى أنا كده سعيد بيها، بعد كده المرحلة اللي بعديها بتبقى أعلى، نطاق أكبر من التعليم، مسؤولية أكبر فبتعب أكتر فنجاح أكبر. ومع الوقت لقيت ان الموضوع ده كله كان محتاج ان يبقى فيه فرص كتيره جدا انتهزها واعملها عشان الدنيا تمشي زي ما المفروض يحصل، ولكن للاسف وقفت في حته. فكرت غلط؟ لا بالعكس، انا شايف ان انا نصيب. فكرت صح بس وثقت في ناس غلط وفي فرص كده يعني ما بفكرش مرتين ان انا اقبلها وارفضها، برفضها على طول. يعني في حاجات بتبقى ضد كل اللي انا عشت بتعلمه ما اقدرش اعملها.